طبعا الجيش الإسرائيلي اعترف اليوم بما كان بما كانت الحدث انفردت به أمس من أن هذا الكمين كان مكلفا جدا بالنسبة للقوات الإسرائيلية في شمال غرب مدينة غزة في المنطقة الشمالية، وبالتالي وفق المعلومات هي بالفعل كان عملية خروج من نفق لمقاتلين من كتائب القسام، أطلقوا صاروخ كورنيت على ما يبدو تجاه مدرعة إسرائيلية من نوع نمير، وكان فيها عدد من الجنود، قتل 7 من هؤلاء الجنود وأصيب آخرون. أيضا دبابة إسرائيلية تقدمت في محاولة للاشتباك أيضا، وانفجر فيها عبوة شديدة الانفجار لغم عمليا أدى إلى مقتل من كانوا فيها وإلى تدميرها، وبهذا وصل العدد الإجمالي حتى الساعة الذي يعني هو العدد الرسمي إلى 11 جنديا قتلوا. معلوماتنا تقول بأن عدد الجنود الذين كانوا في هذا الاشتباك حوالي 35. أيضا فيما يحدث الآن من تطورات على المستوى الميداني، الآن هناك المزيد من القصف الإسرائيلي الكثيف في المنطقة الشمالية. إسرائيل تبدو وكأنها تتقدم أسرع مما كان مخططا أو تحاول أن تتقدم، ولهذا سيكون الأمر مكلفا كثيرا وفق مراقبين عسكريين، لأنها الآن باتت تقاتل في المناطق المبنية في الغلاف الذي قد يوصل في بعمق 2 إلى 3 كيلومترات إلى مدينة غزة. بالتالي ستكون هناك اشتباكات عنيفة جدا، وهي فعلا تحصل على الأرض طوال الوقت بين المقاتلين الفلسطينيين الذين يعرفون المنطقة ولديهم أنفاق تحت أرضية، وبين الجيش الإسرائيلي الذي يحاول أن يتقدم من أكثر من محور بهدف، يعني الهدف الأساسي هو محاولة الوصول سريعا إلى تطويق مدينة غزة، لأن الحرب الحقيقية ستكون في مدينة غزة وستكون مكلفة جدا بالنسبة للإسرائيليين وفق تقديراتهم على الأقل. أمام هذه العمليات من التوغل التي شاهدناها بالأمس كان هناك عمليات توغل من أكثر من محور وبعمق أكبر كما تقول، كم يمكن لإسرائيل أن تستمر في عمليات التوغل هذه في مقابل فقدانها لجنود وفي مقابل أيضا وجود هذا الضغط الشعبي من الداخل؟ ما الذي يقال حول هذا الضغط على حكومة نتنياهو في عمليات التوغل هذه؟ هناك ضغط من يعني على شكل بأكثر من نوع من الضغوط. الضغط الأول هو القاعدة الشعبية في إسرائيل تؤيد الهجوم البري، تؤيد محاولة الحسم في هذه الجبهة الجنوبية حتى لو كان بثمن كبير. لكن الشق الآخر من الضغط هو عائلات الأسرى، وعندما نقول عائلات الأسرى نتحدث عن 3 أو 4 عائلات، مئات العائلات لديهم صوت مسموع ولديهم ضغط يومي ومظاهرات. هم يخشون على من أن هذا الهجوم البري قد يؤدي إلى مقتل الأسرى في نهاية المطاف، لهذا هناك أصوات تدعو إلى ضرورة التوصل إلى الصفقة قبل الاستمرار في هذه الحرب على قطاع غزة. بين هذا وذاك إسرائيل عمليا بدأت عملية برية قبل 3 أيام، كان هناك تعتيما كما قلنا مقصودا تجاه حماس من جهة، ولكن تجاه الجبهة الشمالية من جهة أخرى، كي لا تنتقل إلى المرحلة المقبلة وهو تصعيد وقصف صاروخي للعمق الإسرائيلي. لهذا رأينا هذا التعتيم يواكب هذه العملية البرية. اليوم نستطيع أن نتحدث عن أن هناك عملية برية واسعة النطاق تجري في قطاع غزة بدون شك. كان هناك فيديو للأسيرات، 3 أسيرات لدى حماس، ونتنياهو قال بأنه دعاية نفسية قاسية. هل ما زال هذا الفيديو يتفاعل مع الذين ليسوا فقط من ذوي الأسرى ولكن حتى على مستوى الشارع في إسرائيل للضغط على نتنياهو لإيقاف العملية العسكرية؟ لأن العملية العسكرية في دخولها لا تفرق بين يعني من في هذه المنطقة ومن في تلك المنطقة، وهي تعرض حياة الأسرى للخطر. هل هذا ما زال يتفاعل حتى اللحظة؟
هذا يتفاعل. الحكومة تحاول أن تدعي العكس بأن العملية البرية ستزيد، هي ورقة ضغط أساسية على حماس والفصائل الفلسطينية لتسريع صفقة تبادل الأسرى وليس العكس، بمعنى أنها جزء من هذا الجهد. ولكن إطلاق سراح الأسرى ليس الهدف الأول لإسرائيل، هو الهدف الثاني. إسرائيل تريد تحاول أن تتقدم إلى الهدف الأول، وهو محاولة إنهاء القدرات العسكرية لحماس والفصائل الفلسطينية قبل موضوع الأسرى. لكن شعبيا الحكومة لا تستطيع أن تقول ذلك، ولهذا تقول بأن العملية هي لهدف تحسين شروط الصفقة بالنسبة لها. لكن في الشارع كما قلت بالنسبة للعائلات، العائلات لا يريدون هذا الضغط، يريدون عمليا أن تكون الصفقة سابقة للتوغل البري. أيضا زياد، نحاول أن نستطلع معك الجديد على المستوى الميداني والحاصل الآن، وإذا كان هناك مزيد من الضغط متوقع على المستوى البري وتوغلات جديدة في ظل حديث من قبل القوات الإسرائيلية. هناك تصريحات لإسرائيل كانت بدفع المتواجدين من الفلسطينيين للنزوح جنوبا، ثم أتت تصريحات بالأمس تقول بأن العمليات مركزة في الشمال وفي الوسط، والجنوب سيأتي في مرحلة لاحقة. هذا صحيح، هذا مجرد تصريح من مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وهو ليس مطلعا على كامل العمليات. التركيز هو حاليا على المنطقة الشمالية ومدينة غزة، هذا هو الهدف الإسرائيلي الأساسي. في نهاية المطاف إسرائيل إن أرادت أن تحقق، أن تقترب من أهدافها، ستحاول أن تحتل كامل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، هذا أمر واضح ومعروف في الخطة العسكرية، موجود أيضا. لكن الآن بالنسبة لإسرائيل هناك مصدر قلق أيضا، يعني عدا القتال داخل قطاع غزة، في الشمال كما قلت هناك خشية الآن من انزلاق الأمور إلى المرحلة الثانية من التصعيد، بمعنى أن يصبح حزب الله يطلق صواريخ على العمق الإسرائيلي. والأمر الآخر هو الجنوب، رأينا في إيلات الليلة الماضية اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فوق سماء إيلات بصاروخ من نوع الحيتس أو السهم الإسرائيلي، للمرة الثانية يستخدم هذا الأمر بالإضافة إلى المسيرات. وبالتالي طبعا في إيلات هناك نحو 60,000 من اللاجئين الذين هربوا من المناطق الجنوبية إلى هذه المدينة الساحلية البعيدة على البحر الأحمر، وعادت إليها الصواريخ وصفارات الإنذار. وبالتالي هناك الآن قلق إسرائيلي، غلاف من القلق بالنسبة لما يحدث في قطاع غزة. لكن الهدف بالنسبة لإسرائيل هو قطاع غزة حاليا. القتال سيستمر أسابيع طويلة، والقتال بالمقصود طبعا عندما نقول أسابيع هو قتال ضارٍ، مواجهات واشتباكات يومية ستكون مكلفة جدا للإسرائيليين، وبعدها أيضا أشهر من القتال المنخفض الدرجة مع الفصائل الفلسطينية. بالنسبة لعمليات التوغل والقصف المستمر على قطاع غزة، العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، هل هناك أي دور بأي شكل من الأشكال للجانب الأمريكي في ظل حديث دائم عن تحريك للجنود الأمريكيين المتواجدين في المنطقة؟ أولا هناك طاقم تحقيق من الـ FBI يشارك في التحقيق، محاولة الوصول إلى الأسرى، يدخل مع الإسرائيليين، يحقق، يجمع معلومات. بالإضافة إلى ذلك هناك عشرات الضباط من المستشارين الأمريكيين العسكريين يجلسون يوميا مع الإسرائيليين، يحاولون يعني جلب الخبرة الأمريكية. بالنسبة لإسرائيل طبعا يسمعون هذا الموضوع، وهناك خلافات في الكثير من المناحي، وبالتالي نائب أيضا رئيس قوات المارينز يتواجد في إسرائيل. بهذا المعنى هناك دور أمريكي حاليا لا يبدو قتاليا، أقله في الأمور المعلنة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.